مضيق هي مدينة ساحلية بأقصى شمال المغرب. تنتمي مدينة المضيق لعمالة المضيق الفندق، وتضم 56,227 نسمة. يطلق على المضيق أيضا اسم الرينكون. تقع هذه المدينة المغربية الساحلية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويسمى سكانها بالمضيقيون. تعتبر مدينة المضيق من المدن المغربية الساحلية التي تجذب السياح من شتى أنحاء المملكة. تقع المضيق على بعد 7 كيلومترات من مدينة تطوان و25 كيلومتر من سبتة المحتلة. يحدها من الشمال بلدية الفنيدق، ومن الجنوب بلدية الملاليين، غربا بلدية العليين، وشرقا بالبحر الأبيض المتوسط. تتميز هذه المدينة الساحلية الجميلة باحتوائها على غابة يطلق عليها غابة رأس الطرف. تتميز هذه الغابة بغطائها النباتي الكثيف الذي يتجلى في كل من أشجار الصنوبر البحري وأشجار الأوكاليبتوس، بالإضافة إلى أنواع أخرى. كما هناك تنوع كبير بالحيوانات المتواجدة بهذه الغابة، وأهمها الخنزير البري. Thank you.
تطل غابة رأس الطرف على مدينة المضيق وعلى سهولها الخصبة الخضراء التي تتخللها مرجة أسمير. تتواجد مرجة أسمير بمدينة المضيق بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان وسبتة. مساحتها الإجمالية تقدر ب200 هكتار، 20 منها عبارة عن بحيرة و180 هكتارا عبارة عن مستنقعات، وهي تعتبر المنطقة الرطبة الوحيدة على الواجهة المتوسطية لجبال الريف الغربي. تتوفر مرجة أسمير على العديد من أنواع الأحياء الطبيعية كالطيور مثل أبو ملعقة، النغاف الأزرق واللقلاق الأبيض، بالإضافة إلى البرمائيات كالبط السماري وخطاف البحر، وهناك أيضا النباتات البحرية كالسمار والأثل. وتكمن القيمة الحقيقية لمرجة أسمير في كونها محطة للطيور المهاجرة في رحلة الشتاء والصيف، الشيء الذي جعلها محطة اهتمام محلي وطني ودولي، كما أنها تلعب أدوارا مهمة من الناحية البيئية، تتمظهر في التقليل من أخطار التغيرات المناخية، تصفية المياه، مجال التنوع البيولوجي، إضافة للأهمية الثقافية والصحية، ومكان للاستراحة والسياحة.
تعتبر مرجة أسمير منطقة رطبة ذات أهمية بيئية بالغة، حيث صنفتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر سنة 1996 كموقع ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية. منطقة أسمير كانت واحدة من المواقع المغربية المدرجة في محمية المحيط الحيوي البيقاري المتوسطي المشترك ما بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، والذي تم تعيينها من قبل منظمة اليونسكو في أكتوبر 2006. في أكتوبر 2009 بدأت أشغال البناء الأولى في منطقة أسمير، لتستأنف مرة أخرى في عام 2011 مع مستثمرين عقاريين جدد. أشغال البناء والحفر هذه قد غيرت تماما موقع أسمير، وتسببت في فقدان قيمتها البيئية كموقع استراحة لآلاف الطيور المهاجرة التي تهاجر ما بين القارتين الأوروبية والإفريقية، ولكن أيضا باعتبارها موقعا لتعشيش عدد من الطيور النادرة على المستوى الوطني.